بالفعل ماشي عوده للصداره في هذه المكانه اللي كان يستحقه، والحمد لله لا بغى دابا بغى يطبقوا ذاك القانون ذاك النموذج الفرنسي، لان دابا كلشي لاعب 20 مقابله باستثناء ساري واتزم اللي لاعبين 21 مقابله، بغاو يتسناو تلعبوا 21 ويديروا هذا الراتيو هذا. الف مرحبا. فريق الرجاء الحمد لله احنا دابا كنلعبوا بالتركيبه اللي عندنا، فرحانين لاننا رجعنا للمكانه اللي كان يستحقه، وان شاء الله لكنا عولين هذا العام باش نديروا الرباعيه كاس العرش كاس العرب وكاس والشامبيونز ليغ والبطوله، مشى لنا كاس العرش. حنا باقي لاعبين لك ثلاثه الواجهات، دو فوا دو دومي فينال في كوب دغاب، دومي فينال في كوب دافريك. دابا حنا الاولين، هذا الشيء شيء عادي بالنسبه لفريق الرجاء. هنيئا لكل فعاليات فريق الرجاء بهذا الانتصار اللي كيعني العوده للصداره المستحقه. رساله لجماهير فريق الرجاء، هذا الشيء اللي عطاه الله، هذا المكتب هو اللي غادي يكمل، اللعابه هما اللي كاينين، الطاقم التقني هو اللي كاين، انتدابات باغي انتدابات، ولكن واخا يجيو دابا تجيب ميسي تجيب اللي جبتي، القانون ما كيسمحش لان غنلعبوا باللي عطاه الله. دونك خصنا نكونوا كنا يد وحده مع هذا الفريق هذا، وان شاء الله غادي نرجعوا للحظ الالقاب، وان شاء الله فريق الرجاء راه كبير وتيبقى كبير. وهنيئا لكل فعاليات فريق الرجاء، وحنا غادي نموتوا مع هذه الفرقه هذه. ما بغيتش نهضر على مسائل اللي تتكون خاصه بالمكتب المسير كالتحكيم وسميتو، اليوم كما شفتوا حكم في المستوى، نتيجه واضحه، ما عطانا ما نقص لينا، بغينا حنا غير لا جوستيس، وفاش تكون لا جوستيس فالحمد لله ربي كيوفقنا وفاش تكون تلاعبات راكم كتشوفوا بعينكم. كنا في القدم تيقول لك ضربه الشبكه وما غايحيدهاش الاربيط، دا وليت ضربه الشبكه وتيحيدها لك الاربيط، ولكن الحمد لله ربي كبير ووفقنا. وهنيئا لكل فعاليه فريق الرجاء، والبطوله ان شاء الله رجاويه، ولا بغاو وتنتمنى ان نفكروا في صحه المواطنين ونحبسوا هذه البطوله ونعطيو للرجاء البطوله لان هي اللي تستحقها، كما كانوا كيطالب الغريم قال لك صحه المواطن، ها صحه المواطن. دابا اولا تنبغي نشكر الطاقم التقني واللاعبين على الروح اللي لعبوا المقابله، ماشي غير المقابله، كاع المقابلات اللي لعبوا المؤجله. فاذا شفتوا المقابله اليوم ان كان طيله الاسبوع كانوا اللاعبين ولا الجمهور كلشي عازم اننا ننتصروا في هذه المقابله باش نصدروا البطوله، لان ما عرفناش مصير البطوله اشنا هو، فتحسبوا لاي طريق، فكان ضروري خاصنا ننتصروا. الحمد لله دابا تصدرنا البطوله، فغادي نستمروا بحال هكا. الا كانت البطوله توقف راه حنا الحمد لله مصدر، الا ما كانش الرجاء راه بينات انا مستعده انها تكمل البطوله حتى لاخر دور. فاولا تنبغي نشكر جامعه علقجع على الدور الكبير وعلى النيه اللي بينات باش تكمل البطوله في اكمل وجه، ولكن تبين ان خاصها تعاد الامور في مجموعه من الامور جمله وتفصيله، وخصوصا ان التحكيم خاصها تعاود فيه النظر. مقابله اليوم على الاقل الحكم، يعني كيف تنقولوا احنا ما تنطلبوش من الحكم ان يعطينا اكثر من حق، انا يعطينا غير حقنا فقط، ولكن تنشوفوا ان هذه المقابله كل لعبه درجه كان هفوات كبيره من التحكيم مقصوده ولا ما يقصد، الله اعلم، يعني الناس المسؤوله اللي غادي تحدد ذاك الشيء. يعني التحكيم ما غاديش مستوى اللي غادا به البطوله في غادا به الجامعه، فنتمنى ان تعاد النظر في التحكيم وفي لجنه التحكيم. فتنظن مصلحه البلاد ومصلحه المواطن هي اهم، وتنظن ان السلطات المسؤوله هي اللي غادي تقرر بنسبه كبيره واش تكمل البطوله ولا لا، لان الا تنشوفوا راه كل فرقه راه ما تتمثلاش غير 11 لاعب، راه تيمثلها 70 80 فرد. يعني كيف تنقول لك الشرعيه التامه في اتخاذ القرار باش تكمل البطوله ولا، فتتعطى السلطات المسؤوله على تتبع هاد الامور هذه، خصوصا في ظل هاد الجائحه هذه. وتنبغي نشكر الرجاء، المنظومه تاع الرجاء بصفه عامه، من لاعبين والطاقم التقني ولا جمهور ولا الترات ولا جمعيات، على 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 التحفيز وعلى الدعم اللي دايرين اللاعبين. والحمد لله دابا حنا تصدرنا، والرجاء راه تحسب لاي طرف، فالحمد لله حنا دابا متصدرين، لان ما عرفناش البطوله تكمل ولا لا، فالحمد لله كملت البطوله في مجلس الرجاء بينات عن حسن النيه تاع ان مستعده باش تفوز بطولة هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذه النتيجه ديال اليوم اللي ردت لنا الاعتبار، وهذا المجهود اللي داروا الدراري تبارك الله مجهود جبار. وكانت المقابله في الاول كانت مقابله تكتيكيه، وهذه النتيجه هذه غتخول لنا باش نرجعوا للمكانه ديالنا اللي كنا ديما كنتصدروا، دائما كنا كنتصدروا البطوله. وهذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم بغينا نحصدوا الاخضر واليابس، بطوله شامبيونز ليغ كاس العرب ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا العام ديال الرجاء. ونشوفوا حنا السي الناصري، حيت كانت هضره قبل
في الكونفينمون كانوا هما بغاو بطوله كاع قبل الوقت. وملي دابا الاداء ديال الراجل ملي تصدرت البطوله راه حاجه اخرى. الا بغاو ما يكملوش ماشي مشكل، ولكن حنا بغينا نكملوا، لان دابا حنا راه كتشوف دابا الريتم ديال الفرقه، الريتم طلع بزاف على الفرق كاملين. حنا كاع اي فرقه اللي غتلعب معنا كره راه كتمحن. الحكم ديال التحكيم ديال اليوم كان تحكيم في المستوى، ماشي غنشكروا حيت راه ما عطانا ما عطاهم ما زادنا حتى شي حاجه. الحكم كان في المستوى، مقابله كانت تكتيكيه، كانت فرجه، تفرجنا، كانت كره في المستوى. وهذا الشيء اللي حنا اللي بغينا، حنا ما بغيناش، حنا ملي كنطالبوا ان التحكيم يكون نزيه ما يعطينا ما يعطيهم. مقارنه مع الحكام اللي كانوا قبل كانوا كيقتلوا لي زاكسيون، اي اكسيون كنديروها كيقتلوها وكيعطوك انذارات، الى درجه ان في المقابله ديال تطوان الدراري تعرضوا بزاف ديال الخشونه من طرف ذاك اللاعب الصفصافي اللي قتل لي اللعابه ديال الرجاء. وما كاينش اللي يحرك ساكن. الحكم تغاضى على ورقه حمراء،